هذا المشروع هو بالتعاون مع قناة المشروع المعاكس، ولمعرفة المزيد نرجو المتابعة حتى النهاية. أكثر ما بهر العالم في العصر الحديث هو قوة ألمانيا الإقليمية والاقتصادية، وهذا بعد أن نفضت عن نفسها غبار حربين عالميتين دمرتا تماما البنى التحتية للدولة، لأن ألمانيا استطاعت وبجهود علمائها ومفكريها أن تستعيد ليس فقط اقتصادها الضائع بل كذلك هيبتها بين دول العالم. ويرى الخبراء أن النهضة الألمانية يصعب أو يستحيل تكرارها في أي دولة أخرى، لذلك سميت هذه الظاهرة بالمعجزة الألمانية. ألمانيا اليوم هي الاقتصاد الأول على أوروبا وكذلك الرابع عالميا، وبمعدل GDP يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار. نحن دائما نسمع مصطلح الماكينة الألمانية، لكن قل من يفهم القصد من هذه التسمية. اليوم ألمانيا هي ثالث دولة في العالم من ناحية الصادرات، وتشكل 10% من صادرات العالم. هذا على الرغم من ارتفاع المستوى المعيشي لهذا البلد، وهو تناقض في حد ذاته. صحيح أن الصين هي الدولة الأولى في هذا المجال، إلا أن معظم المكائن التي تستخدمها الصين في الصناعة تشتريها من ألمانيا. وجدير بالذكر أن أكثر من نصف الرقائق المتكاملة والتي نجدها في الأجهزة الإلكترونية تصنعها ألمانيا. صحيح أن المنتج النهائي ستجد أنه قد كتب عليه صنع في الصين، إلا أن غالبية المحتوى التكنولوجي جاء من ألمانيا، والرقائق المتكاملة هي من المجالات التي ما زالت عصية على الصين، وهي إحدى أسلحة ترامب في حربه الاقتصادية الحالية. لكن يطمح الصينيون أن يتمكنوا من إنتاج رقائقهم الخاصة بحلول عام 2023. بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت ألمانيا إلى شرقية وغربية، لتكون الشرقية تابعة للاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية للتحالف الغربي. وللاطلاع أكثر على الجانب السياسي من الصراع بين الشرق والغرب في ألمانيا، نرجو متابعة الفيديو الخاص لقناة المشروع المعاكس، وستجدون الرابط في الأسفل. والتاريخ يذكر أن ألمانيا الشرقية على الرغم من كون اقتصادها أفضل من العديد من الدول الاشتراكية، إلا أن قلة مواردها مقارنة بالغربية ما جعل عجلة الاقتصاد تدور ببطء. وكذلك يعتقد أن تأخر ألمانيا هو بسبب تطبيق النموذج الشيوعي السوفيتي، والذي حتى وإن نجح في مكان فهذا لا يعني أنه سينجح في مكان آخر. أما ألمانيا الغربية وبعد بضعة سنوات من السقوط أعطيت لها الحرية في الاعتماد على نفسها، لذلك تفوقت حتى على محتليها من أمريكان وإنجليز وفرنسيين. وأدرج لكم بعض الفقرات التي تعاملت معها ألمانيا الغربية بذكاء مما دفعها بسرعة إلى الأمام: اقتصاد السوق الاشتراكي، العملة، الملكية الفكرية، خطط مارشال، النقابات، المدارس. اقتصاد السوق الاشتراكي: وزير الاقتصاد لودفيك إيرهارد اقترح الموازنة بين منافسة السوق الحرة من جهة والتأمين الحكومي للأعمال من جهة أخرى، فهي فكرة توصف بأنها ليست رأسمالية ولا اشتراكية على الرغم من شبه التسمية. صنعت الحكومة منافسة بين شركات القطاع الخاص، ولكن حسب قوانينها التي وضعت نصب عينها المصلحة العامة للدولة. هذا كلام مبسط، فهناك تفاصيل معقدة للموضوع، ولكن جدير بالذكر هنا أن الفكرة العامة هو أن تضع الحكومة يدها في البداية على كل شيء في سبيل الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة للمؤسسات. التجارة والأعمال ليست بنفس القدر من الحرية مقارنة بدول رأسمالية أخرى، فهناك قوانين صارمة حول منع الاحتكار أو تفرد شركة على حساب أخرى. العملة: في سنة 1948 استبدلت العملة المتداولة في الأسواق بالاعتماد على احتياطي الخزينة الوطني لكي يضع حدا للتضخم المستمر الذي عانت منه عملة الرايخ الثالث. كان المارك الألماني من أكثر العملات استقرارا في العالم حتى يوم تبني عملة اليورو. هذا الاستقرار كان سببا في ضمان موازنة الصادرات والواردات. فببساطة تستطيع أن تخطط منهاج عملك لعشر سنوات قادمة ولن تتوقع حدوث مفاجآت في السوق. اليد العاملة كانت دائما باهظة، وهذا ما دفع بالشركات إلى الابتكار لتتميز عن سوق الدول الأخرى. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع:
كل ما عملته ألمانيا منذ نشأة الدولة الحديثة ولحد عام 1947 حازت عليه أمريكا بحسب اتفاقية الاستسلام الموقعة عام 1945، علما أن القيمة المادية لهذه الإنجازات الفكرية قدرت بعشرة مليارات دولار في ذلك الوقت. لذلك سعت الحكومة إلى تعليق إعطاء براءات الاختراع ولمدة سنتين للحلولة دون تسريب العلوم الجديدة إلى الدول الأخرى، وبعد انتهاء الاتفاقية عادت عجلة العلم تدور وبسرعة. تمكنت ألمانيا الغربية من ابتكار أفكار جديدة في مجالات علمية مختلفة، على الرغم من أن معظم العلماء سحبتهم أمريكا وروسيا، وهنا يجرب الذكر أن البلد كان متطورا جدا حتى في زمن القيصر، فقد فقدوا جيلا كاملا من العلماء، إلا أنهم وبسرعة صنعوا جيلا جديدا لأن المستوى العلمي كان متقدما في كل الأوقات. خطط مارشال، تحدثنا عن هذا الموضوع في فيديو سابق، لكن ليس فقط أن ألمانيا اعتمدت على نفسها، بل كان لابد لها أن تتلقى مساعدات من دول أخرى، خاصة في ظل الدمار الشامل. قدمت أمريكا نموذج مارشال بإعطاء مساعدات لجميع الدول الغربية المتضررة من الحرب بمبلغ 13 مليار دولار أو 130 مليار في يومنا هذا، مع فتح باب السوق الحرة وإزالة العوائق التجارية. هذه ليست صدقة أو عمل خيري من أمريكا، بل كانت محاولة للحد من انتشار نموذج الشيوعية في أوروبا، وكذلك تثبيت الدولار كعملة عالمية. دور النقابات، على عكس معظم الدول التي تشكل فيها نقابات العمال دورا رمزيا، تفرض النقابات الألمانية إشراك العمال وممثلي النقابات كأصحاب أسهم في المؤسسات الكبرى، أي لهم دور حيوي في اتخاذ القرارات وإدارة دفة الشركات. ففي الأزمات الاقتصادية كان للنقابات الدور في خفض ساعات العمل وخفض مرتبات الموظفين بدل طردهم كما فعلت الدول الأخرى. المدارس، أقرت وزارة التربية بعد الحرب بإلزام الطلاب بمختلف المراحل بالعمل الصيفي في الشركات والمعامل بأجور زهيدة، ولا تستطيع أي شركة رفض هؤلاء الطلاب. ماديا هذا لم يساعد كثيرا، إلا أنه مع الوصول إلى سن البلوغ والتخرج تراكمت لدى الشباب خبرات واسعة في مجالات عمل مختلفة. ففي 5 سنوات فقط، أي بين 1950 و1955، أصبحت لألمانيا ما يقرب من 16 مليون عامل صاحب كفاءة وخبرة يستطيع الدخول في أي مجال عمل تحتاجه الدولة. النتائج، استطاعت ألمانيا الغربية سداد كافة ديونها للدول الكبرى بحلول عام 1971، أي بعد هذا التاريخ أصبحت ألمانيا قوة عظمى لا تقل شأنا عن البقية. كل الأزمات العالمية صمدت أمامها. نسبة البطالة اليوم 3%. استمر الاقتصاد في النمو دون توقف منذ نهاية الحرب ليتجاوز في بعض السنوات 5%، وهذا رقم أكثر من رائع. الحالات الاستثنائية كانت أزمة 2008 وكذلك في العامين الأخيرين 2019 و2020، حيث حصل انكماش في الاقتصاد نتيجة صراع أمريكا مع الصين وكذلك أزمة كوفيد-19. كل هذا التقدم والبلد بلا موارد طبيعية، صحيح أن الأرض الغنية بمواردها تكون مكسبا للشعوب وأحيانا سببا للتناحر، إلا أن الثروة الحقيقية لأي أمة هو في الرقي في المستوى الفكري، وهذا أمر يتميز فيه البعض عن الآخر. فهناك بلدان أغنى بكثير من ألمانيا، لكن شعوبها لم تصل إلى عشر مرحلة الرقي التي وصلت إليهم ألمانيا.